السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. 21 فريقا ضمنت التأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا. حسمت العديد من الفرق تأهلها إلى دور المجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 مع انتهاء أغلب الدوريات الأوروبية مؤخرا، وتأهل حتى الآن 21 فريقا من أصل 32 ستتواجد في مرحلة المجموعات بالموسم القادم. استتبقى 3 مقاعد شاغرة للمتأهل مباشرة حسب ترتيبها في الدوريات المحلية، ومن المفترض وصول 24 فريقا من خلال احتلالها مراكز متقدمة في الدوريات المحلية تؤهلها للوجود في مرحلة المجموعات، على أن ينضم إليها 6 آخرون من خلال التصفيات التأهيلية هذا الصيف. وهناك مقعدان شاغران يمنحان لبطلي دور الأبطال والدور الأوروبي لموسم 2019-2020، ليكتمل بذلك عقد المتأهلين في النهاية. من هم المتأهلون من الدوريات المحلية حتى الآن؟ تأهل الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية إلى مجموعات دور الأبطال باحتلالها المراكز 4 الأولى في الدوري الإسباني الذي أصدر الستار عليه قبل بضعة أيام. وضمن الرباعي يوفنتوس وأتلانتا وإنتر ميلان ولاتسيو التأهل لدور المجموعات رغم تبقي 3 جولات، حيث أنهم في الجولة 36 حتى الآن متبقي على نهاية الدوري الإيطالي 3 جولات. وحجز بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ولايبزيج وبروسيا مشنجلادباخ مقاعدها في ذات المرحلة بإنهاء الموسم في المراكز 4 الأولى بالدوري الألماني. ولم يضمن التأهل من الدوري الإنجليزي سوى ليفربول ومانشستر سيتي، بينما يتصارع الثلاثي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي على آخر بطاقتين، والتي ستتحدد غدا بإذن الله تعالى الأحد 26 يوليو 2020 بنهاية الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. وفي فرنسا تأهل باريس سان جيرمان ومارسيليا فقط إلى مرحلة المجموعات، كما هو الحال في روسيا بصعود زينت سانت بطرسبرغ ولوكوموتيف موسكو. وضمن بورتو البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي وشختار دونيتسك الأوكراني وإسطنبول بشك شهير التركي الوجود بين الكبار في مرحلة المجموعات. هؤلاء هم 21 فريق المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا للعام القادم. والسؤال هو: ماذا لو تأهل بطل دوري الأبطال لموسم 2019-2020 إلى دور المجموعات مباشرة باحتلاله مركزا مؤهلا في دوره المحلي، أي أنه حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك حصل على أحد المراكز الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني على حسب الدوري الانجليزي الدوري الاسباني الدوري الايطالي الدوري الالماني او المراكز المؤهله من الدوريات الاخرى. اكد الاتحاد الاوروبي لكره القدم يويفا عبر موقعه الالكتروني انه حال تاهل بطل الدوري الابطال الى البطوله عبر دوره المحلي، فان البطاقه تذهب مباشره الى بطل الدوري المصنف في المركز 11 بتصنيف يويفا وهو الدوري الهولندي، اي ان بطل الدوري الهولندي سينضم الى القائمه، وان كان البطل قد انضم بالفعل فسينضم المضيء الوصيف. أما إذا تأهل بطل الدوري الأوروبي إلى مرحلة المجموعات من خلال الدوري المحلي، فإن البطاقة تذهب مباشرة إلى صاحب المركز الثالث. معنى هذا أن من يفوز بالدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج وهو بالفعل قد تأهل لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري المحلي الخاص به، فهذه البطاقة تذهب إلى صاحب المركز الثالث في الدوري المصنف من المرتبة الخامسة، وهذا الدوري هو الدوري الفرنسي. ويعني ذلك أنه حال تأهل بطل الدوري الأوروبي إلى دور الأبطال عبر دوريه، فإن رين الفرنسي نادي رين الفرنسي سيضمن الوصول إلى مرحلة المجموعات مباشرة في الموسم القادم، وذلك حيث أن رين الفرنسي في المركز الثالث لهذا الدوري هذا العام. ويحق للدوريات الـ4 الأولى في تصنيف إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا مشاركة 5 منها بحد أقصى في مرحلة المجموعات، ولا يمكن لهذا أن يحدث سوى بنجاح فريقين من دوري واحد في الفوز بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي هذا الموسم، مع عدم إنهاء الدوري في المراكز 4 الأولى. وبذلك سيتأهل بطل البطولتين إلى دوري الأبطال مع تحول صاحب المركز الرابع في الدوري إلى اليوروبا ليج في الموسم القادم، حتى لا يشارك 6 فرق من دوري واحد في نسخة واحدة. معنى هذا نفترض جدلا أن الدوري الإنجليزي فريق من فرق الدوري الانجليزي فاز بدوري ابطال اوروبا، وكذلك فريق اخر من الدوري الانجليزي فاز بالدوري الاوروبي،
وعندنا الفريقين اللي فازوا دول مش موجودين في الاربعه اللي هيشاركوا في دوري ابطال اوروبا، فبالتالي عندك 6 فرق المفروض يدخلوا من نفس الدوري، يدخلوا دوري ابطال اوروبا من نفس الدوري، ما ينفعش اكتر من 5 فرق. طب نعمل ايه؟ ال6 فرق دول اللي فايز في اليوروبا ليج واللي فايز في دوري ابطال اوروبا دول يدخلوا وياخد اول 3، والرابع يروح ايه الدوري الاوروبي. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم هذا الخبر، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عملك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.